إن العد التنازلي لمغادرة الحجاج التشاديين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج يمضي بسرعة كبيرة، بحيث أن الرحلة الأولى مبرمجة في الرابع من أغسطس. لذلك وفي خلال هذه الجلسة الدعوية التي تعد ضمنها الجلسات المتواصلة في هذا الشأن لصالح الحجاج حول كيفية أداء مختلف مناسك الحج التي يقوم بشرحها لهم أعضاء لجنة المرشدين والمرشدات التي وضعتها اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة، فإن رئيس هذه اللجنة الجنرال إدريس دوني الديكر قد يغتنم هذه الفرصة ليناشد الحجاج إلى التمسك بالنظام الذي هو أساس النجاح لكل عمل إنساني. النظام كيف الحجاج التشاديين يكونوا بالنظام من البداية لحد يمشوا من هناك بهجوا بالسيعة والصلاة وبرجوا في جاد بالسيعة والصلاة. شيء المهم جدا زي ما قلنا الحج ما زي السنين الفاتة. الطيار لسه ما جاء، الحجاج جايين ولا فيزا ما جاء، الحجاج ما فيهم لا. قول لكم قبل تحدث في النظام، عشان النظام صار شوية حير. نينا بدينا بدري. كل البروجرام على الرحلات خلاص سويناه. إذا على الحجاج اتباع توجيهات اللجنة الدائمة فيما يتعلق بتطبيق النظام، لأن ذلك سيسهم مساهمة فاعلة في تقديم صورة جميلة للحجاج التشاديين بين الحجاج الذين يأتون من كل حدب وصوب لأداء هذه الفريضة.